بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ برسالة الأخ السائل ألف ألف باء، يقول: حث الإسلام على الكسب الحلال وبين الفوائد في ذلك. الشخص الذي اختلط ماله بمال وكسب حرام ويريد أن يتوب إلى الله عز وجل، كيف يفعل؟ وهل التوبة تجزي في ذلك وتنفع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى على آله وأصحابه أجمعين. نعم، التوبة تنفع وتقبل بإذن الله من كل ذنب، من مال حرام وغيره، بل تقبل من الشرك والكفر بالله عز وجل. كيف لا تقبل التوبة من المال الحرام؟ وأما المال الحرام فإن كان يعرف مقداره فإنه يتخلص منه بأن يضعه في مشروع عام ينتفع به المسلمون بنية التخلص لا بنية الصدقة به. أما إذا كان لا يعلم مقداره فإنه يقدره ويجتهد في تقديره ويحتاط ويتخلص منه كما ذكرنا. يقول هذا الدعاء: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. هذا لا أعلمه واردا، الله أعلم، لكن معناه صحيح، أنه يطلب من الله اللطف وأن يلطف به، والله سبحانه هو اللطيف الخبير، الله لطيف بعباده. أحسن الله إليكم. يقول: أنا دائما أخذ بالأسباب في جميع أمور، فما حكم التعلق بالأسباب؟ لا بد من الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، فيجمع بين الأمرين، ولا يأخذ بالأسباب ويترك التوكل على الله، ولا العكس، لا يأخذ بالتوكل على الله ويترك الأسباب، بل لا بد من الأمرين، هذا هو المشروع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، بيع العزائم، يقول: دائما عندي دكان وأقوم ببيعها وهي مكتوب عليها آيات قرآنية، هل تعتبر من الرقية؟ نعم، كتابة القرآن في الأوراق أو في الصحون أو في ثم يشربها ويغسلها ليستشفي بها أمر لا بأس به، وهو داخل في الرقية المشروعة. وأما أن الإنسان يتخذ هذا بيع وشراء مثل السلع، هذا غير مناسب ولا ينبغي، يطلب الرزق بغير هذه الطريقة. أحسن الله إليكم. يقول: ذهبت لصلاة العشاء وكنت أسمع صوت الإمام عبر مكبر الصوت وهو يقرأ القرآن، فسلم علي شخص خارج المسجد، فهل يلزمني الرد عليه؟ نعم، يلزمك الرد عليه. البداء بالسلام سنة ورده واجب. إذا حييتم بتحية أحيوا بأحسن منها أو ردوها. أحسن الله إليكم. إذا كان الجورب والحذاء الذي نمسح عليه أثناء الوضوء يصل إلى أدنى من الكعبين، هل يجوز المسح عليه؟ لا يجوز المسح عليه، لأنه غير ساتر للرجل. الكعب من الذي يجب غسله مع الرجل، يجب غسل الكعبين مع الرجلين. إذا كان الملبوس نازلا عن الكعبين فلا يجوز المسح عليه، لأن بعض الرجل ظاهر، وما ظهر منها يجب غسله ولا يكفي المسح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا صلى المأموم أمام الإمام ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فهل يلزم بالإعادة؟ وما الحكم لو أن الإمام أدار المأموم الذي كان عن يساره، أداره من أمامه وجعله عن يمينه؟ نعم، هذا هو السنة، أنه إذا وقف أحد عن يساره صلي معه عن يساره، وليس هناك آخر غيره من اليمين، فإنه يديره ويجعله عن يمينه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ابن عباس رضي الله عنه عن يساره في صلاة الليل، أداره النبي صلى الله عليه وسلم، جعله عن يمينه، لأن موقف المأموم إذا كان واحدا
عن يمين الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو محمد يقول في الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم، هذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، إنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف أتى إلى المقام وجعله بينه وبين الكعبة، صلى عنده ركعتين تسميان ركعتي الطواف، قرأ هذه الآية اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. تقول السائلة أم عبد الله، أختي باعت ذهبا بالتقسيط على صديقتها وهما يجهلان ذلك، ماذا يلزمهما الآن بعد علمهما مأجورين؟ إذا كانت باعت الذهب الحلي باعته بنقود، فإنه وهي النقود من غير جنس الذهب، لا بأس بذلك، لكن لا بد من التقابض في المجلس، أن يقبض الثمن كله في المجلس ويقبض الذهب كله في المجلس، قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد يعني متقابضين في المجلس، ولا يجوز تقسيط القيمة وهي من النقود والمشترى ذهب، لا يجوز تقسيط القيمة في هذه الحالة. نعم. السائل أبو خالد يقول بماذا تنصحون في كتب التفسير المبسطة لمعرفة تفسير الآيات القرآنية؟ تفسير التفاسير الصحيحة، عليك بالتفاسير الصحيحة المأمونة، تفسير ابن جرير، تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، وأيضا تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، إنه تفسير جيد وأيضا واضح ومختصر خلاصة لمعنى الآية، كلها تفاسير جيدة. نعم. تقول السائلة إذا أهملت الأم ولدها وهي في البر منذ سنوات فمات من شدة الإهمال، فماذا عليها؟ إذا كانت وفاة الولد بسبب إهمال الأم وتفريطها، إنها تكون واثمة بهذا وعليها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين. نعم. يقول أبو علي عادة ما يفوتني الوتر، فكيف أقضيه من الغد؟ تقضيه مع شفعه، إذا كنت توتر بثلاث تجعله أربعا بسلامين، وهكذا تشفعه، تقضيه ما بين ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس في كبد السماء فوق الرؤوس. نعم. هذا السائل عبد الله من جازان يقول ما هي شروط الرضاعة بالنسبة للمرأة مع ولدها؟ شروط الرضاعة تكون خمس رضاعات، تكون خمس رضاعات فأكثر، وكذلك لا بد أن يكون الرضاع في الحولين، فإذا كان الرضاع في الحولين وكان خمس رضاعات يعني خمس مصات، كل مصة يمص الحليب من الثدي ثم ينتقل إلى الآخر وهكذا حتى يكمل خمس مصات، هذا نصاب الرضاعة، ووقته في الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حديث عائشة كان فيما أنزل عشر رضاعات معلومات يحرمن، ثم نسخ ذلك بخمس رضاعات معلومات يحرمن، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. نعم. يقول قرأت حديث ما صحته ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم، هذا من أحاديث الأربعين النووية، قد صححه الإمام النووي في الأربعين، وبعض العلماء كأنه يقول إن في سنده مقالا ولم يصححه، ولكن على كل حال المعنى صحيح، أنه لا بد أن يكون الإنسان هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يطيعه عن رغبة وعن محبة وانقياد. نعم. يقول السائل إذا أصيبت المرأة بمس فهل يحق للقارئ أو الراقي عليها أن يمس يدها أو صدرها حين الرقية؟ لا يجوز هذا ولا داعي له، يرقيها بدون مس، لأن مسها ولمسها فيه فتنة. نعم. لعن المرأة هل يعد طلاقا؟ لا يعد طلاقا، لكنه محرم، محرم وفيه إثم، لا يجوز اللعن لا للمرأة ولا لغيرها، حتى الدواب لا تلعن والبيوت نعم. إذا لم يستطع الشخص أن يذبح العقيقة لمولوده فهل يأثم بذلك؟ لا يأثم، لأن العقيقة ليست واجبة، إنما هي مستحبة وسنة، ليست واجبة، والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل في الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى لا تحزن إن الله معنا، ما المقصود في المعية هنا؟ معية الإحاطة والنصرة والتأييد والعلم، هو مع رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، وهو مع عباده المؤمنين، معية نصرة، لا تخاف، لموسى وهارون عليهم السلام لا تخاف إنني مع
معكما أسمع وارى، معية النصرة والإحاطة والتأييد، هذه المعية الخاصة. والمعية العامة لجميع الخلق هذه معناها الإحاطة والعلم. نعم. يقول أبو حازم الشيخ في قبل نومي أقرأ في بعض الكتب أستشيركم فيها، وهو كتاب العقد الفريد الأول. العقد الفريد هذا كتاب أدب وفيه طرف وفيه أشياء غير مرغوبة، أقرأ كتابا نافعا مفيدا. نعم. الوابل الصيب في الكلام الطيب. نعم، هذا لابن القيم، وهو في الأذكار التي تقال في الصباح والمساء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أخذت من صديق لي بعدما تخرجنا مالا، واستمر عندي تقريبا 7 سنوات، وكان هذا الصديق وفيا لي، فتيسرت أموري وأردت أن أرجع هذا المال بالنسبة للزكاة ل7 سنوات، هل هي علي أم عليه؟ الزكاة على صاحب المبلغ الذي في ذمتك لأنه ملكه، وأنت تزكي ما عندك، كل يزكي ما له، هو يزكي ما له سواء كان بيده أو كان دينا، وأنت تزكي مالك الذي بيدك أو الذي لك على الناس. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: نحن مجموعة من الأخوات نقوم ليلة الجمعة ونقول الذكر ونقرأ سورة الكهف بعد الواحدة ليلا عند دخول الجمعة. تخصيص ليلة الجمعة بالقيام هذا بدعة، قيام الليل مطلوب ومستحب، فيه خير، ولكن لا تخصص ليلة بعينها دون بقية الليالي. المسلم يجعل له نصيبا من قيام الليل يداوم عليه بكل ليلة، وأما قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة في يومها مستحبة، وفيها حديث في ذلك، ولكن يقولون الحديث فيه نظر في سنده، لأنه له ما يؤيده ويعاضده. على كل حال قراءتها في ليلة الجمعة ويوم الجمعة مستحبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا طاف من عليه السعي ثم خرج ولم يسعى، وأخبر بعد ذلك بأن عليه سعي، فهل يسعى فقط أم يلزمه أن يعيد الطواف؟ لا يعيد الطواف، يكفي الطواف، لكن عليه السعي، يرجع ويسعى ويكتفي بالطواف الذي سبق. نعم. يقول: في حجنا في عام سابق معنا صديق أصيب بمرض يوم عرفة، ولم يبت في منى، ولم يرمي الجمرات، ولم يطف طواف الإفاضة، فماذا يلزمه؟ أما رمي الجمرات هذا فات وقته، فعليه فدية، إذا لم يوكل من يرمي عنه فعليه فدية، وأما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج، عليه أن يعود ويأتي بطواف الإفاضة ولو تأخر الوقت، ولا يتركه لأنه ركن من أركان الحج. نعم. أحسن الله إليكم. له سؤال آخر، يقول الصديق الآخر الذي معنا يوم 11 يقول: وكل زميل آخر ثم عاد إلى الرياض. لا يجوز أن يرجع إلى بلده وهو حاج إلا بعد ما يكمل الحج، إما اليوم 12 إذا تعجل رمى الجمار بعد الظهر، فإنه ينفر ويمر بالبيت ويطوف طواف الوداع ويسافر، وإما أن يتأخر إلى اليوم 13 ويطوف طواف الإفاضة، وكذلك عند السفر يطوف للوداع، إذا تأخر السفر عن طواف الإفاضة فإنه يطوف للوداع أيضا. فهذا الذي سافر قبل أن يكمل باق عليه المبيت في منى، والمبيت واجب من واجبات الحج، عليه أن يقدم فدية يذبحها في مكة يزعها على فقراء الحرم، لأن المبيت ليالي أيام التشريق واجب على الحاج، إذا تركه من غير عذر كن عليه فدية، لأن من ترك واجبا فعليه دم. وهو أن هذا الذي سافر يوم 11 ووكل إن عمله هذا لا يجوز، لا يسافر حتى يكمل الحج، إما متعجلا وإما متأخرا، وكذلك عليه رمي اليوم 12، عليه رمي اليوم 12، لكن إذا كان وكل من يرمي عنه فإنه يجزي ويبقى عليه طواف الوداع أيضا، لأن طواف الوداع عند السفر بعد النهاية من مناسك الحج، أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فالطواف الوداع يكون هو الآخر عند السفر، قد تركه وسافر في غير وقت طواف الوداع. نعم. أحسن الله إليكم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا نزعتنا الشراب وأنا على وضوء ثم قمت بإعادتها قبل أن ينتقض وضوئي، فهل يجوز لي المسح عليه؟ لا، إذا مسحته ثم نزعته بطل المسح، بطل المسح، فلا بد من غسل الرجلين. وإذا لبست الشراب مرة ثانية إنك تبتدي مدة المسح من جديد. نعم. فضيلة الشيخ، في الآية لا يمسه إلا المطهرون، السؤال: هناك مدرس يدرس التلاميذ القرآن ولا يوجد ماء في المدرسة أو بالقرب من المدرسة، فما الحكم في مس القرآن؟ مس القرآن مباشرة نعم لا يجوز إلا لمن على وضوء إن كان متطهرا، قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. أما إذا كانوا أطفالا صغارا فإنه يتسامح، ولكن لا يعطون المصحف كاملا، إنما يعطى جزءا منه أو يكتب له على لوح وما أشبه ذلك، ويتسامح في حق الأطفال. وأما الكبار فلا بد من التطهر لمس القرآن، لا يمس القرآن إلا طاهر. وينبغي أن تهيئ المدارس يكون فيها ماء للوضوء قضاء الحاجة والصلاة فيها، تهيئ المدارس لا تترك بدون مياه. نعم. نختم هذا اللقاء عن الرقية الجماعية، حيث يقرأ الراقي على مجموعة من المصابين بوقت واحد يدور عليهم. هل يريد جمع المال، يوفر على نفسه العمل ويأخذ المال الكثير، هذا لا يجوز، وليست هذه رقية، هذه ليست رقية، الرقية مباشرة من الراقي للمرقي، لا بأس إذا كان اثنين عنده يرقيهم جميعا لا بأس، أما جماعة جماعة يقرأ آية على الجميع ويتفل على الجميع أو بالميكروفون أو حتى قالوا في الإذاعة، هذا كله من التوسع الممقوت في الرقية، والدافع لهذا حب المال، يريد أن يكسب مالا كثيرا. نعم. شكر الله لكم شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لكم أنتم أيها السادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.